أن الرسل اتفقوا على أربع مسائل كلهم دعوا أقوامهم إليها. ما هي؟ أولا التوحيد. ما من رسول الله قال لقوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر الثاني طاعة الرسول، يأمرهم يقول إيش؟ وأطيعوني اتبعوني. لأن الله جل وعلا لما أمر بعبادته جل وعلا شرع لعباده كيف يعبدوه، وهذا يكون عن طريق الرسول. الأمر الثالث تقوى الله، كل الرسل قال إقوامهم إيش؟ اتقوا الله. الأمر الرابع الاستغفار، كل الرسل أمروا أقوامهم أن يستغفروا، لأن إذا اجتهد العبد مهما اجتهد لأن يتق الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لابد أن يخطئ يزل ويقصر، فناسب أن يؤمر بالاستغفار. هذه دعوة جميع الرسل، التوحيد وطاعة الرسول وتقوى الله والاستغفار. نعم.